هيا غالينا نجح دق طبول الهنا او السهر لحد الصبح بنتي دلا فوق اشوف القفله فوق سقفولو كسح كسح نبدا الفرح هيا غالينا نجح. بسم الله الرحمن الرحيم، انا الطالبه حلا ابراهيم ابو رويضه من مدرسة مريم بنت عمران المغازي، الحاصل على معدل بحمد الله 99.7 الأولى على الوطن الحمد لله. وأنا كنت متوقعة بس أنا خلفي متوقع، يعني أنا كنت مش متأكدة 100%. الحمد لله أول ما سمعت النتيجة صرت أصيح تلقائيا، يعني إنه الحمد لله ربنا اللي كنت أنا أدعي فيه وأتمناه، الحمد لله ربنا أكرمنا فيه وحقق لي أمنياتي الحمد لله. اللي توفق والحمد لله، لو كان حتى معدلك مش زي أنت بدك إياه تأكد إنه خيرة من ربنا، وهذا ربنا اللي كاتبه إلك عشان أنت تسلك طريق صحيح في الدنيا إن شاء الله. واللي جاب معدل زي ما بدهم ألف مبارك، ألف مبارك، تعبت ونلت الحمد لله. واللي ما حلفهم الحظ إن شاء الله السنة الجاية بعيدوا إن شاء الله وبيحاولوا مرة تانية وإن شاء الله بنجحوا وبتوفقوا يا رب. شعور لا يوصف، شعور مختلف عن كل الشعور اللي أنا يعني حسيته. طبعا هذا نتاج تعب وجهد سنة كاملة. الحمد لله الحمد لله الذي وفق بنتي لما يحبه ويرضاه. هذه حلا الحمد لله من حافظين لكتاب الله، الحمد لله حلا من صف أول لصف توجيهي 99.7 الحمد لله الحمد لله. كنا متوقعين من أول ما قالوا آخر يوم في الامتحان كنا متوقعين العلامة، وإنا ثلاث أيام وإحنا الحمد لله بنحتفل إنه الأولى على الوطن. جاي غني لك أنا غنطرة يا بدنطرة لفق لفق لفق.